نحن رح ننتقل لمحطتنا التالية مع غسان وضيفته لليوم بصعب كتير. غسان صباح الخير. صباح النور غادة. صباح الخير لأمال. صباح الخير. كيفك اليوم؟ صباح. شو بدك تحدثنا اليوم يا اليوم مع أمل؟ أمل بدها تحدثنا وتخبرنا. أول شيء أمل شريف، أهلا وسهلا فيك وميرسي لأنك جيتي. ميرسي على حضوري. أهلين أمل، عارفين عن حالك أول شيء؟ اسمي أمل شريف، بشتغل as art director, creative designer وفوتوغرافر. أنا بعتبر حالي كل هذا الشيء كل هول. وبالنسبة لوضعك؟ عندي شلل أطفال من أنا وصغيرة، كان عمري سنة وثلاث شهور انصبت بالشلل. انصبت بالشلل وكان ما أخذت الطعم بعمر سنة وثلاث شهور، وصار عندي شلل بإجري اليمين. ودغري بعد ما انصبت بالشلل خضعت لعلاج وتأهيل، استمر على سنين طويلة لأتدرب بيكون عندي استقلالية كاملة، يعني بعرف دربوني ألبس وأمشي لوحدي من دون ما حدا يلبسني لما كنت صغيرة. وتعلمت وصرت أشتغل، اشتغلت بلبنان واشتغلت برا، اشتغلت بالسعودية وبقطر وبدبي. بسم الله عليك، يعني مع كل هال يعني كل هالإنجازات اللي عملتيها وبرات لبنان وبقلب لبنان، أمل خبريني أهم الصعوبات اللي واجهتيها بلبنان. أنت برمتي بالعالم، يعني عم تقولي رحت السعودية، قطر، بلاد عربية، يعني برمتي دول العالم تقريبا هيك كم دول. أنا عشت 5 سنين بألمانيا كمان. ورجعتي على لبنان. هيدي نقطة مهمة بس خلينا نسجلها. رجع على لبنان. للأسف أنا رجعت بسبب الرئيس الحريري الله يرحمه، وقتها شفت دوكيومنتري عن بيروت عم تتعمر وأخذت ديسيجن أرجع. برافو. كان عندي تشانس أبقى بألمانيا وكون عم بعلم بأكبر جامعة بألمانيا. ندمانة إنك رجعتي؟ أمرار إيه، بندم أمرار، بندم للأسف بندم لما بنعلق بطابق سادس وما في كهرباء انزل. هيدا لبنان. بس أهم لكن عم بسألك على أهم الصعوبات اللي بنواجهها بلبنان، هيدي وحدة منهم. هاي وحدة من القصص. وحدة منهم. غيرها. في صعوبات تتعلق أكثر شيء بالأكسسبيليتي. مظبوط. التجهيزات، يعني بتروح على دوائر الدولة ما فيها باركينج للهانديكاب، وبتتشارع معهم بتروح انرجي طويله عريضه لتفهمهم انه انت ما فيك تمشي، ينزلوك على الباب او يسمحوا لك تصف سيارتك. صف قريب. صف قريب، تصف على الباب ما بيقبلوا، الاجراءات الامنيه بتمنع. نعم. او ما في باركينج الا اذا تدخل حدا وواسطه بمرقوك. هاي شغلي الوزارات كلها، السوبر ماركت، الطرقات، حتى الدرك. يعني انا مره اخذت ضبط وقوف مخالف، ما حكيت مع الدركية قالت لي ما انتبهت انه سيارتك مجهزة او عليها ستيكرز. اف انه انا ما شغلت ادرب الدركية تصير تنتبه على السيارة اذا اكويبت ولا مش اكويبت، ولا هانديكاب ولا مش هانديكاب. صحيح 100%. هيدي شغلة بالسوبر ماركت مثلا، اسامي كبيرة مش رح اذكرها يمكن ما بتسمحوا لي اذكرهم، بس عاملين باركينج للهانديكاب، بس فجأة بتشوفون انه حولوه لدبو لأنيلات بلاستيك او للستوك اللي ما عندهم عارفين وش ما بيخصصوا، ما بيضل فاضي. كان دايما الباركينج اللي بيكون يعني مخصص حاطين عليه بيكونوا علامة فعلا انه للاشخاص اللي عندهم حاجة معينة، بس بتلاقيه دايما مشغول الباركينج مثل ما عم بتقول. وفي كمان اللي معهم سيارات لنقول هاي اند، يعني فيراري او بورش او جي ام سي كبيره او شيء او مرسيدس، بروحوا بحطوها بالسبوت تبع الريزيرف فور لذوي الاحتياجات الخاصه. انا مره كنت رح اخدش له لواحد سيارته بالمفتاح فيراري لانه حاطتها بمحل ما لازم يصفيها. مزبوط. ما عملتيها؟ لا ما عملتها. كيف لازم تعمليها؟ غسان زهر الخبرية لا تتعلموا تتعلموا ما يعيدها تاني مرة. نعم كنسي تاني. في حدا كان كمان لفت نظري، الدكاترة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بيصفوا محل الهانديكاب سيارات، كنت بدي صورهم الأمن منعني صور سياراتهم. ثلاث مطارح للهانديكاب لذوي الاحتياجات الخاصة بيصفوا الدكاترة فيهم. ومطارح تانية ناس بيكون معنا درايفر، الدرايفر بيصف محل الهانديكاب ومرة تمسخر علي ما كان يقبل يشيل السيارة. تبع الأمن. الدرايفر. درايفر، اوكي. المرة الماضية حدا لابس بدلة دركية صافف محل
كمان للاسف. يعني رسان اليوم على يعني ما يبدو يعني اخترت لنا امل لحتى تكون موجوده معنا، لانه يعني عندها هال اول شيء يعني عندها سكسس ستوري، قصه نجاح طويله فعلاً. بالرغم من كل هيدا الشيء والله الانجازات اللي عملتها والانجازات اي اللي مرقت فيها هن انجازات مهمه. وبرغم من انه انا كنت مفكره وقت قالت لي انه ندمانه اوقات انه رجعت على لبنان، عم بتقول يمكن فكرت لانه وضع البلد الامني او السياسي، لا هولي يمكن اشياء عم بتضرك اكثر مما وضع البلد بشكل عام. صحيح بتضر طبعا، يعني تخيلي انت تروحي لعند حدا كاستمر تعملي شغل عنده ساعة تقعدي عنده 8 ساعات لأنه الكهرباء انقطعت وما في حل. صحيح. وما في موتور. وهذا إذا انتبهتي سوري أمل إذا تسمحي لي، لأنه قلتي شيء كثير مهم. يعني نحن خايفين من الأمن، المشكلة إذا توفر الأمن غادة تصوري أمل والأشخاص اللي عندهم مش حاجة خاصة عم يكونوا هن الضحية، حتى بالنسبة لمؤسسات الدولة اللي هي مفترض تكون إن ومعنية بالموضوع. ويعني أنا أمل بدي استغل اللي عم تقوليه وجه صرخة، يعني بكف الدولة تقصيرها بس كمان يعني على قوى الأمن كل المؤسسات الدولة إن كان بالسلك العسكري أو السلك المدني ينتبهوا إنه حاجات خاصة عندهم حيثية معينة بدهم يحترموها. شو أبو؟ هلا بيفتكروها الأكشري إنه نصف على باب المدخل، هي مش حدا يجرب نهاره على ويلشير ويعيش نهار واحد إنه هو أز صح مقعد أو صحيح. كفيف أو صحيح. ما بيسمع عن جد. رح تشوفوا إنه أوف كيف قادرين نعيش، كيف قادرين نعمل في هذا، في إفور مش طبيعي. مظبوط. لأنه نحن بدنا ندق أو لكشري إنه نصف على باب السوبر ماركت أو على باب البناية أو على باب المبنى. الليفل تبع اوطى من السياره. صح صح. اذا وقعت انا ماشي مثلا، اذا وقعت بالباركينج ما في حدا يشوفني ويساعدني اوقف. سو بيفتكروها انه ايه ما هي دقيقه، لا مش دقيقه، دقيقه بتفرق بالنسبه لها. بتفرق اكيد بانه واحد ياخذ ريسك انه يقطع او يمشي اكثر او الى اخره. اكيد المشكلة أمل إنه بدهم يقعدوا مطرح، كانوا لو بيقعدوا مطرح كانوا بينفذوا القانون اللي شرعوه يا أمل. هالمشكلة هلا لما بنحكي بموضوع القانون بيقولوا ما في عنا لا عنا تشريع بس ما عم بينفذوا. طب مين المسؤول اللي يتابع المشروع؟ بالضبط هذا أنا بدي أسألك إياه. مين برأيك لازم ينفذ؟ مين لازم ينفذ؟ نعم مين المسؤول؟ كتير ناس، يعني هي مسؤولية على الكل. يعني أول شيء الناس لما بتيجي بتحكي مع الناس العاديين أنه ليه صفيت هون، بيقول لك أنه أنا ما انتبهت. في توعية عامة للناس العاديين، مسؤولية الدولة ومسؤولية اللي بيطبقوا القانون. لما أنا بشوف دركي بيخالف القانون وبيصف محلي ساعتها أنا قلت له أنه أنت الدولة عم تخالف، شو تركت للناس العاديين؟ يعني أنا هون يعني أنا حتى مرة صورت سيارة وزير عم تصف محل ذوي الاحتياجات الخاصة. بعطينا اياها للصورة. نشرتها وقتها على الفيسبوك ونشرتها النهار وكانت رقمها. سألت السيارة لمين؟ 24 حكومي. حكومي. وزير. مين الوزير يعني؟ وقتها كان وزير خارجية، شو كان اسمه وزير منصور؟ اوكي. كان هو وزير خارجية. وقتها. أمل. للأسف. نعم. أمل بس بدنا نحط كل هالوزراء بهالموقع يمكن فعلا. يمكن أنا لازم أنهار تحطهم على ويلشير تغمض لهم عينيهم وطفلتهم فنت كاترات لهالوزراء وشو بيعملوا. أنا أقعد الكرسي غادة أنا بمشي لهم الكرسي. لا عن جد أنا بحب يكونوا يجربوا يجربوا هيدا حتى الناس العاديين ليفهموا شو يعني ليشعروا مع الآخر ليشعروا يعلقوا بطابق سادس ما يقدر ينزل. صحيح. أو حتى طابق الثاني هو يمكن إذا علق ست ثواني بضيق نفسه يمكن بغب على قلبه. مظبوط مظبوط. أمل شو عملت توصلتي عن جد؟ يعني أمل عملت هالإنجازات جرافيك كل الفوتو كل هالمعمعة من الإنجازات شو عملنا توصلنا أمل؟ أنه أول شيء كانت هي بتبلش من البيت اللي بيدربونا أو بيحطوا لك هدف أو تنشئة أو بيقولوا لك أنه بابا والماما يعني أهلي إيه لهم دور كبير يعني ما عيشوني بحلم أنه حصح وأركض. حلو برافو. يعني الواقعيه هي جزء من هيك كمان وتقبل ايه كفي مقلوم. طول عمري انا بعرف حالي ما حصح واركض سو كانت واضحه هذا الشيء. بلس كان عندي انه انا كان حلمي من انا وصغيره هو برسم سو كان حلمي من انا وصغيره اني اعمل كتب اعمل كتب مش الف كتب ديزاين صمم الاشياء وحققت هذا الحلم من انا حسعين فيك انا عندي كتب بكتبهم
خلص انا بعمل لك اياه اكيد رح الاقي جرافيك او احلى منك يا لا اكيد. وبعدين انا كثير بيكي بعدين بدقق كثير على تفاصيل الكواليتي وال حدا البرودكشن يعني خبروني انك من اهم الجرافيك عن جد هيك وصل لي الاخبار هلا انا كثير بيكي كثير كثير بعلق على تفاصيل صغيره وبحب كثير يكون الشغل كثير الاوتبوت يكون كتير منيح يعني بس امسكوا انبسط مش انه يكون ياي مش ما عجبني عادي ما يكون عادي ما يكون عادي لا تاني. لا أوكي. مش بس كتب مجلات اي شيء بعمله وهلا عم فكر حضر لمعرض صور لاني بصور كتير بيوت القديمه ببيروت بعد في عم تلاقي بعدني عم لاقي للاسف في كتير بيوت متروكه لتوقع سو عم صورهم وهوبفلي انا اعمل كتابي ونزله اعمل اكزيبيشن تبعي هذا كان هلا كمان لما بتعيش برا بتتدرب على بيساعدوك يمكن تتعلم على اشياء ما بتشوفها بدي اسالك كانت كيف يعني بالنسبه للنوع الخدمات اللي بتتوفر لك كيف بتامنيها مين بيساعدك كيف تروحي كيف تيجي بالمعنى ببيروت معي سياره وي مجهزه اكيد اكيد جهزتها هون بلبنان صدف انه مطرح ما انا ساكنه هو اكسسبل وهي البنيه صادفت هيك وفي ناس يعني دائما في حدا بيساعدني بيسهل لي ومن حظي اني انا اشتغلت بشركات كل الشركات اشتغلت فيها دائما بيكونوا او بدهم لانه مجهزيني بيسهلوا لي اموري سو في شركه جهازوا لفوت عندهم واظهر وفي منهم امنوا لي باركينج دائما حدهم وفي ناس دائما بيكون في حدا بيساعدني بيامنوا لي الوسيله اللي بتساعدني يعني نوعيه العلاقه مع الزباين والاشخاص منيحه يعني احسن من الدوله طبعا لانه they need me they want me انه بدهم ياني وبدهم عملوا شغل 100% سو بامنوا لانه والطموح لبعدين امل الطموح لبعدين كثير يعني امل انجزت هالامور كلها هلا تبعدين نعمل شو في مشروعين كبار بس ما بقدر احكي عنهم هن بيرسونال بروجكت وبعتبرهم اكبر يمكن مشروعين ما فيني اخذ سكوب فيه نو تيسير برافو عليك برافو لا لانه عم اشتغل على الايديا والديفلوبمنت سو ما فيني هو شيء بيرسونال لك مش لإلي يمكن بيرسونال ايديا بس هو رح تكون بتاثر على كثير على للمجتمع حلو سو ما كثير حابه احكي بالموضوع لانه تيسير لا انا بحترم تيسير مجرد ما يصير بتصل فيك بقول لكم بليز طلعوني معكم بليز في شيء انا فيي ساعد فيه ما تعوفيني اكيد رح استعين بكثير ناس 100% أمل بدي كلمة منك مزدوجة إذا بدك أو أدوب أول وحدة للأشخاص اللي عندهم مشكلة عندهم بوليو اللي عندهم أي حاجة خاصة وتاني وحدة لدولتنا الكريمة أوكي. اللي دايما منحب نتوجهها لها أوكي للأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة أنا منصحهم ما تقعدوا تنتروا حدا يعمل لكم شيء انزلوا أنتوا عملوا بإيدكم لأنه ما حدا حيعمل لكم شيء إذا أنتوا ما عملتوا ونقوا بطريقة بوزيتيف مش سلبيه انا بنق كثير بس النق بطريقه شوي اكثر بوزيتيف سلسه ونطالب حقوقنا صحيح عندنا حق والحق لنا سو خلونا نشتغل وناخده بس بطريقه شوي يكون بوزيتيف حلو ايجابيه 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 ايه. وللناس او شيء للحكومه بليز القانون طبقوه بتقن فيكم قبل ما تطبقوه على العالم يعني في قانون احترموه ودربوا السواقين تبعكم والناس اللي حواليكم انه يحترموا الاشاره اللي لذوي الاحتياجات الخاصه مش الدرايفر تبعكم يوقف محلنا ولا انتم توقفوا محلنا والناس العاديين بليز 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 ما بقى تصفوا محل ذوي الاحتياجات الخاصه وتقولوا ما انتبهنا وللبنوكي بليز اعملوا اي تي امز اللي قاعد على الكرسي يقدر يستعملها لانه قاعد على الكرسي ولا ما في اي تي ام بيقدر يستعملك واحد مقعد حيكون عندنا فقرات امل ما فينا عم تقول الاي تي ام كلهم عاليين ما فيها توصل ما بتقدر تشوف او قلن عتبي او شيء رح يكون عندنا فقرات غدا مع البنوكي انا عن جد رح اوصل المساج صدقا يعني وغدا رح تذكرني امل بالنسبه لكل شيء اي تي ام انه يجربوا يعملوه على مستوى الشخص اللي عنده عن جد حاجه خاصه ما في اي تي ام ببيروت يمكن لهلا ما صادفت اي تي ام اكسسيبل للي على الويلتشير ما في امل بدي منك نصيحه اخيره للجرافيك ديزاينر انت متخصصه
عم بقول لك عم بيوصلني قصدي قد ايه اسم الله عليكي كومبيتنت وانت كفوقه وقويه. بقى شو بدك تقولي لهم لهم بالزبط؟ هو هي النصيحه لكل واحد يعمل الشغل اللي بيحبه، يعني اذا ما بنحب الشغله ما بنقدر نعملها. سو حبوا الشغل كله تعملوه منيح. سمبلي انا هيدا بشوفها. بتعرفي انه هي من المهن المصنفه من الامم المتحده من اهم المهن، اول سبع مهن بالعالم. از ديزاين؟ اوه ما كنت عارفه. اوه هلا لك رح تشتغلي تحت اكثر. هلا بدها المول بصمه عالميه انترناشونالي. امل انا بدي اشكرك من قلبي، بشكرك على البصمه الايجابيه اللي تركتيها وعلى شغلك وانجازاتك. انا بدي اتمنى لك النجاح الدايم. مرسي مرسي لكم. انه اهلا وسهلا فيك. مرسي لغاده. مرسي كثير غاده. مرسي غصان. مرسي لك غصان. مرسي غاده. نرجع نشوفك الاسبوع اللي جاي. الله رب. الله رب. رح ناخذ بريك مشاهدينا، خليكم معنا حتى نرجع من بعد نتابع فقره.